طبعا احنا النادي الكويتي للغوص والانقاذ نادي تخصصي يختص في رياضات الغوص، يعمل تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة. حصلت على أول ليسن اللي هو يسمونه الأوبن ووتر دايفر، اللي هو غواص المياه المفتوحة من منظمة بادي، وأخذ دورات اللي تعقبها اللي هي دورة الأدفانس، دور غواص متقدم، بعدين الريسكيو غواص منقذ، والإي إف آر اللي هي إمرجنسي فيرست ريسبونس اللي هي إسعافات الأولية، إلى أن وصلت إلى الدايف ماستر اللي هو مرشد الغوص. أشهر النادي طبعاً الحمد لله رب العالمين، والآن النادي عندنا فيه 6 ألعاب بالنادي، 4 منهم مفعلين الآن اللي هو الغوص الرياضي والغوص الحر ولعبة التصوير تحت الماء. التصوير طبعاً ينشق إلى شقين، تصوير فوتوغرافي وتصوير فيديو. لعبة سباحة الزعانف عندنا لعبتين إلى الآن ما اشتغلوا، واحدة منهم إن شاء الله راح يصير فيها بطولة عالم في شهر 8 القادم اللي هي رماية الأهداف تحت الماء. عندنا الصيد الرمحي، الصيد الرمحي يعني لحد الحين ما اشتغل وما في بطولات إلى الآن، بس إن شاء الله عن قريب إذا اشتغلت احنا فريقنا راح يكون جاهز وراح نكون مستعدين. طبعا علاوة على ذلك عندنا فريق نسائي في النادي، طبعا الفريق النسائي فريق سباحة زعانف، عندنا لاعبات وعندنا مديرة لعبة. طبعا مديرة الفرق النسائية عندنا في النادي الكابتن هنادي الزعابي، طبعا هي اللي ماسكة البنات في الألعاب كلها، بس حاليا هم اللي فعال عندنا اللي هي رياضة سباحة الزعانف حق البنات. ني حق الألعاب شوية أو نتكلم عنها بشكل مفصل يعني شوية. طبعا رياضة الغوص، لعبة الغوص الرياضي هي عبارة عن رياضة تمارس بالحمام السباحة، يستخدم فيها معدات السكوبا. معدات السكوبا اللي هي جاكيت الغوص اللي يسمونه البي سي دي أو جهاز التحكم بالطفو، وسلندر الغوص، سلندر الهواء، ويصير المنظم اللي يتنفسون منه تحت الماء. طبعا فيها عدة فئات، أذكر بعضها اللي هي سباق الليفت باق أو يسمونه يعني كيس الانتشال. هذه السباق يعني يصير سباق بالحمام السباحة ويتسابقون المتسابقين. الكيس يكون في منتصف المسبح ويكون في وزن، أسرع واحد يوصل حق هذا الكيس ويعبيه ماي ويشبكه في الوزن ويرتفع ويوصل لين النهاية هو أول متسابق فائز. هذه إحدى الفئات اللي يتنافسون فيها، وفي عدة فئات أخرى منها الأوبتيكلز اللي هي الموانع تحت الماء، يكون في موانع يجتازها المتسابق ويؤدي عدة مهارات تحت الماء فاللي يوصل أول. طبعا أنا طبعا حصلت على الليسن التحكيم في هاي الألعاب، في سباحة الزعانف وفي الرياضة الغوص الرياضي والغوص الحر. عندي ليسن دولي في سباحة الزعانف كحكم دولي، وعندي في الغوص الحر أيضا حكم دولي، وفي الغوص الرياضي. إني حق اللعبة الثانية اللي هي الغوص الحر. الغوص الحر هي من اسمها غوص حر، يعني الغوص من غير معدات، يعتمد على نفسك وانت على سطح الماء. يعني هذه الرياضة تحتاج إلى تكنيك معين، تدريب معين، مهارات معينة يتدرب عليها الغواص عشان يقدر يكتم أنفاسه بأكبر مدة ممكنة تحت الماء. طبعا تنشق إلى شقين، في شق السباقات في الحمام السباحة وشق في البحر. البحر طبعا يصير الغوص في الأعماق، تستخدم فيها فئة بدون زعانف، وفئة مع الزعنفتين، وفئة مع الزعانف الأحادية، ففئات مختلفة.
واللي يوصل إلى أكبر عمق ممكن ويطلع من غير أي مشكلة، صحيح ما في أي مشكلة ولا عنده أي شيء، هذا يعتبر الفائز في البطولة. طبعا عندنا عدة لاعبين ما شاء الله، عندنا يعني اللاعب يعقوب بن جبل حقق مركز الثالث في بطولة كاش في تركيا، بطولة العالم كانت للغوص الحر، حصل على المركز الثالث. والأبطال الثانيين طبعا هذه اللعبة احنا نترقب الآن تنظيم بطولة العالم للغوص الحر اللي راح تصير في الكويت في شهر 5 تحديدا من 7/5 إلى 13/5 إن شاء الله الجاري، إن شاء الله بإذن الله، يعني أبعد أقل من شهر ونص تقريبا. البطولة راح تقام بالكويت حاليا ممكن بمشاركة من 35 إلى 45 دولة من أنحاء العالم. مستعدين إن شاء الله بإذن الله، قاعدين نجهز أمورنا ونرتب كل شغلنا على أساس أن نظهر الكويت بأفضل صورة في هذه البطولة. وطبعا هي البطولة الأولى في الشرق الأوسط راح تكون في الكويت، وهي تحت مظلة الاتحاد الدولي للغوص سيماس. لعبة التصوير تحت الماء اللي هي اللعبة الثالثة، لعبة التصوير تحت الماء يستخدم فيها الكاميرات تحت الماء، كاميرات تصوير تحت الماء أو كاميرات فيديو تحت الماء. طبعا هي فئاتها ثنتين، فيديو وفوتوغرافي. الفيديو فيها عدة فئات، فيها الصورة المقربة اللي هي الصورة اللي تصير الصور اللي تصور الأحياء الدقيقة تحت الماء، في محور الثيم اللي هي اللي يكون غواص وراه خلفية مثلا مجسم، باخرة، حطام إلى آخره من الـ 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 في عندهم عندنا بعد فئة الزاوية العريضة مع غواص أو الزاوية العريضة من غير غواص، هذه محاور محاور الفيديو. طبعا تختلف في محور الاحتراف، في محور الأكشن، في عدة محاور، ويكون الفيديو الطويل والفيديو القصير. ف بالنهاية ان هي تصوير تحت الماء ويصير فيها تحكيم ويحكمون على افضل صورة، وافضل صورة هي اللي تفوز في البطولة. طبعا في هاي اللعبة لان يصير فيها غوص وتحت الماء فلازم عنصر الامان يكون موجود في الغوص اللي هو عنصر البادي اللي هو الزميل تحت الماء. فدائما في البطولة يكون في غواص ومساعد، يعني غواص مصور ومساعد حقه تحت الماء يساعده، منه ان هذا المساعد يصير موديل حق المصور تحت الماء، انه والله مثلا ياخذ له صورة بزاوية معينة مع المجسم اللي راح يصوره او مع اللقطة اللي راح ياخذها اللي في فئة التصوير مع غواص. فيعني يكون مثل موديل يساعد الغواص هذا تحت الماء انه ياخذ افضل اللقطات عشان لما يدش فيها في المنافسة يفوز فيها في المراكز الاولى ويصير فيها تصير فيها المنافسة. الفيديو كذلك على حسب المحور هم نفس الشيء تصوير هذا، بس المهمة الأساسية مالت المساعد للمصور تحت الماء مهمته حماية هذا الغواص، تنبيهه على الوقت وعلى على الهواء اللي هو قاعد يتنفسه، لأن دائما الغواص المصور اللي تحت الماء لما يصور يندمج ويصير تركيزه كله في التصوير وفي الصورة وفي هذا، فيلهى عن الهواء اللي هو قاعد يتنفسه، يلهى عن الوقت. فالمساعد هذه مهمته الأساسية بالإضافة إلى المهام الثانوية مالته هذه اللي هو يساعد الغواص في التصوير وفي الأمور الثانية، أو ساعات يساعده أنه يلقى له الأحياء البحرية اللي هو المفروض أنه يصورها المميزة طبعاً.